اهلا اهلا، السلام عليكم اخواتي الغاليات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم؟ لاباس اموركم؟ زيانه؟ كنتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال هذا النهار هذا يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. فيديو جديد، نهار جديد، وروتين جديد. بعدا اول حاجه بغيت نقول لك، الا كنتي اول مره كتزوري القناه فما تنسيش ليا انك تشتركي فيها وتضغطي كذلك على زر الجرس باش يبقى يوصلك كل ما هو جديد للقناه بطبيعه الحال الا عجبتك. ما تنسيش ليا اختي واحد اللايك دابا، ديريها ليا فضلا وليس امرا. شجعيني اختي باللايكات ديالك وبالتعليق ديالك حبيبتي، هادشي اللي كاين. مهم، فاول حاجه غادي نبداها معكم في هاد لاغوتين هذا، واللي هي وجبات الفطور. غادي ندوز ان شاء الله نوجد معكم واحد الحريشه اللي ساهله مهله وما فيهاش هكا قوت المكونات. غادي نحتاج ليها نص كيلو البنات ديال السميده اللي هي رقيقه، غادي نحتاج ليها واحد المعلقه صغيره ديال خميره الخبز، كيس ديال خميره الحلويات، كيس ديال سكر الفانيلا، غادي نحتاج لشي شويه ديال السكر، تقريبا واحد الملعقه كبيره ديال السكر. هادو هما المكونات. غادي نخلط ان شاء الله دوك النواشف مزيان، يعني ديك السميده مع الملحه، السكر، خميره ديال الخبز، خميره الحلوى، الفاني. عاد ان شاء الله غادي نولي كنرمل السميده ديالي اولا الحريشه ديالي، كنبسبسها بنص كاس ديال زيت المائده، اللي ممكن انكم يعني تعوضوه بالزبده، اولا ممكن انكم ديروا نص كاس ما بين زيت وزبده. غير انا هنايا تعمدت نديرها غير بالزيت، يعني باش يجيو المقادير اللي هي سهله وتكون هكايا اقتصاديه، واي وحده ديرها، يعني ماشي بالضروره اننا نجمعوها بالحليب ولا ندخلوا فيها الزبده، يعني غير بالزيت غادي تجينا حريشه اللي هي واعره. هنا بعد ما كنبسبس السميده ديالي بداك نص كاس ديال الزيت، غادي نولي نجمعها ان شاء الله بجوج الكيسان ديال الماء. نتوما عينكم ميزانكم، يعني جوج الكيسان حتى لجوج الكيسان وربع ديال الماء. انا هنايا درت جوج ديال الكيسان، غادي نعجنها وغادي تبان ليا الا بانت ليا باقا شي شويه، راه غادي نولي كنزيد ليها ما بين نص كاس حتى لربع كاس. انا راه غادي نزيدو حيت بانت ليا جاتني شي شويه يعني قاصحه، فزدت ليها البنات شي شويه ديال السميده. ملي تكونوا كتحركوا فيها البنات فما ديروهاش، يعني ما تبقاوش تجمعوا فيها وتدلكوا فيها، حاولوا تجمعوها فقط بالاطراف ديال الاصابع البنات، يعني ما تحاولوش انكم تبقاو تداكوا فيها باش تجمعوها، غير بالاطراف ديال الاصابع كيف ما غادي تشوفوا غادي تجمع لكم البنات. وواحد الملاحظه غادي نديروها ان شاء الله، يعني غير تجمع لينا هكايا بالاطراف ديال الاصابع صافي نوليو نحبسوا، يعني ما نبقاوش هكايا كنخلطوا فيها. هنا غادي نولي ندير ليها واحد الحركه بالزلافه، يعني غنبقى هكا كنكور فيها في الزلافه باش كتجمع ليا كامله وكتسهل عليا انني نقرصها هكا في المقله اولا في ديك اللوحه ديال الخشب اللي كتكون خاصه هكايا بالحرشه اولا شي سوينيه. مهم اي حاجه اللي تسهل علينا اننا نقرصوها. هنايا بالنسبه للمقيله ديالي البنات، فراني رشيتها بالزبده، عفوا دهنتها بالزبده ورشيتها بشي شويه ديال السميده اللي هي رقيقه. ضروري هكايا ما تدهنوا المقله ديالكم، بزاف الاخوات اللي كيعانيوا من الحرشه انها كتلصق ليهم في المقله. الحل الوحيد عندكم البنات هو انكم دهنوها بشي شويه ديال الزبده وترشوا البنات بشي شويه ديال السميده كيف ما دايره انايا، وكونوا على يقين ما عمرها ما غادي تلصق لكم نهائيا. انا هنايا استعنت بهاد اللوحه ديال الخشب، غادي نحاول انني نقرص فيها الحريشه ديالي ونستعن هكا بيدياتي بجوج حتى كنقادها كامله، ونولي نعاود نقلبها في المقلات وانا غاده حتى كنقادها كامله. نقص عليها البنات البوطه ومن السطح ديالها ناخذ واحد المعلقه، راكم عارفين تما بقاو مصورين ليا هكايا شي شويه صبيعاتي. انا من بعد غادي نولي كناخذ واحد المعلقه وغادي نولي نقادها مزيان من الفوق باش ما كيبقاوش يبانوا لينا دوك الصبيعات. هادشي اللي كاينه الغزاله ديالي صافي. وغادي نحطها فوق البوطه على نار اللي هي مهيله، كنأكد عليها انها تطيب على عافيه اللي هي مهيله. علاش البنات؟ باش الحرشه ديالكم كطيب ليكم وكتجيكم محمره من الجناب كاملين، يعني ما كتجيش هكا جهه محمره وجهه يعني ما محمراش، يعني كتبقى بيضه. نقصوا عليها البوطه وبقاو كتدوروا في ديك المقيله ديالكم من جهه لجهه من جهه لجهه حتى البنات كطيب لكم كامله. ها نتوما شوفوا انا بعد ما قرصت بقيت هكا كندور فيها في المقله، دوك الجناب ديالها كيتقادوا، يعني ما كيبقاوش ليا مشنفين كما كنقولوا. كنبقى ندير هاد الحركه هادي راه ما كتلصقش لكم، انتم شفتوها على
على عينيكم وقدامكم. هادشي اللي كاين، انا هنايا راني حطيتها بدات كطيب البنات، وشوفوا انا كنعاود نحركها غير باش تشوفوا انها ما كتجيش لاصقه نهائيا. هنا طابت من الجهه التحتانيه ووليت غادي نقلبها على الجهه الاخرى، هانتوما شوفوا يعني كتجي محمره كامله وما كتلصقش. انا غنعاود نحركها قدامكم باش غتشوفوا هادشي اللي كاين البنات. فانا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كتحمر ليا ان شاء الله الحرشه كامله، وعاد ديك الساعات غادي نولي كندوز باش نوجد معكم ان شاء الله الفطور ديالي. حرشتي، شوفوا ليا كيفاش كتجي، كتجي كلها مقاده من الجنان. غير طبقوها هكا الطريقه اللي قلت لكم، انا راه كندوي معكم وحاضيه مع الحليب اللي يجي يفاد ليا. شفتوا كتجي كامله مقاده من الجنان، كتجي كلها محمره واخده لون واحد، وحتى من الجهه الاخرى كذلك كتجي صراحه زوينه كيف ما شفتوا، يعني ما فيهاش هكا قوت المكونات كتشوف، ما فيهاش هكا قوت المكونات. انا كنت نقول لكم مقومات ولا معط مقونات ولا معطش كنت خرج مع فم المهم مديوش عليا. المكونات ديالها جد بسيطه البنات، يعني غير جربوها دغيا توجدوها هكايا، سواء الفطور كما درت انا، سواء البوتي اللي بغيتو راه دغيا دغيا كتوجد. حليبه ديالي صافي ها هي فاضت وصافي، انا ان شاء الله غادي نقطعها ومازال نوريها لكم كيفاش هكا هي كتجي حتى من الداخل. شوفوا راها كتجي رطيطه، شوف ما كتجيش قاصحه، كتجي رطيطه البنات وكتجي زوينه. ايوا نخويو الحليبه ان شاء الله هنايا، وعاد ان شاء الله نقطعها معكم باش تشوفوها حتى كيفاش كتجي هكا هي من الداخل ديالها. هنايا الغزالات ديالي، غتقولوا لي اش هادشي؟ شفنا يا اختي القفاطن، شفنا يا اختي القفاطن، هي هي لاله يا اختي هي. اش كاين عندك اودي النوده؟ ما عندي والو يا اختي. المهم خديت الفطور ديالي البنات ودست هكايا، فصراحه غادي نتجمع انا والجارات ديالي، تفردنا هكايا في واحد الغديوه
وقلنا نجمعوا نضحكوا شويه، فكنديروها مره مره كنجمعوا حنا ماشي بزاف يعني غير قلالات، وكنبغيو هكا نلبسوا البلدي ونضحكوا نشطوا مع بعضياتنا ونلبسوا هكايا شي لباس اللي هو تقليدي. انا هنايا غادي نلبس هاد القفيطين هذا ديال جوهره، كان سبق ليا وبارطاجيتو معكم شحال هادي البنات، فكنت لبستو في غالا فاش كنت مجموعه انا والبنات. فبعدا راني خليت واحد الدوش ودهنت الجسم ديالي بهاد الكريم هذا ديال جورداني، خطير البنات، الريحه ديالو واعره واعره واعره. انا كنعاود نقول لكم يعني المنتوجات ديال اوريفلام غنيين عن التعريف صراحه، فيها شي برودويات اللي هما زوينين. هنا كذلك غادي ندير هاد الريحه، هادي حتى هي ديال جورداني خطيره البنات، غير هادي ماشي ديك ديال تشتش ماشي هذيك ديال تشتش، هادي فيها هانتوما اللي نوريها لكم، كتحل بحال هكا وفيها ديك الراس ديالها ديال الزاج، صافي كتوليو تدورو كتطلع لكم هذيك الريحه صافي، وكديروها هكايا في ديكوم ولا بين وديناتكم صراحه، حتى هي خطيره البنات. هادشي اللي كاين، فان شاء الله غادي نلبس حويجاتي وهانتوما يا اختي معايا. البنات شوفوا لي القفيطين بعد ما لبستو، شفتوا كيفاش داير؟ هو صراحه اللون ديالو راه ما كيبانش نهائيا مع الكاميرا، يعني ما كتعطيهش حقه نهائيا. هادو من ضمن القفيطنات اللي هكا خيطتهم البنات بالعشق، هادي تاني مرة غادي نلبسو، يعني لبستو واحد المرة فاش كنا في كالا أنا وصحاباتي خديجة وخديجة، فاش كنا درنا ديك كالا فاش كانوا العونيات، كانت هاديك هي أول لبسة ليه. دابا راه بقى معمري ما لبستو، قلت والله إلا غادي نلبسو فرصة هكايا مجموعة مع جاراتي، قلت علاش لا ما نلبسوش. هذا المجدول ديالو، يعني الا بغيت نلبسو هكايا بلا حزام نلبسو، بغيت ندير ليه هاد المجدول ونديرو ليه، ولكن صراحه كيعجبني هكايا يكون مطلق بلا مجدول. شوفوا ليا كيفاش كيجي صافي، وغادي ندير معاه غير هاد زويه حيت غادي نكون ان شاء الله غير انا وبنات هكايا صحاباتي، شوف راه ما كاين لا شطيح لا والو، راه بغينا هكا نجلسو ودايرين خديوهم ومجموعين عليها وصافي، راه ما كاين لا شطيح لا رديح لا حتى شي حاجه، غير هكا كنبغيو نلبسو قفيطنات ونجلسو ونضحكو ونشطو هادشي اللي كاين انسان هكا باش كيبدل الجو وصافي. المهم دابا ان شاء الله غنحيد عليا هاد الحزام، ما غاديش نديرو بلاش صافي، ونقدر وجهي وصافي حقاش غير هنايا. ايوا هادشي اللي كاين، قدرت نصور لكم شي شويه نصور لكم، ما قدرتش راه ان شاء الله سنجي للدار وغادي نرجع لكم ان شاء الله. ايوا هادشي اللي كاين البنات، ما عادش شي حاجه زعما مفكره انني نقولها لكم، ولكن مشات لي من بالي عاد بلا مشي دراجي. المهم البنات حتى نتلاقاو ان شاء الله من بعد. وهانتوما يا البنات مشاهيتكم مشاهيتكم مشاهيتكم، واللي كتوحم تسمح لينا اللي كتوحم تسمح لينا. درنا البنات الدجاج ودرنا الصفار، الله يعطي الصحه لجاراتي هكايا تكلفوا طيبوا الدجاج طيبوا الصفه، درنا المناضه الخبز، فما نتسناوش اختي تعرض علينا شي حد، نرضع راسنا على راسنا. المهم تجمعنا البنات ضحكنا شويه، هنايا درنا كذلك الصفه ديال الشعريه، انا من عشاق الصفه ديال الشعريه، وزوقنا هكايا بشويه ديال الزبيب اللوز كار كلاصي الى غير ذلك. فما بارطاجيتش معكم بزاف ديال الحاجات لحقاش كنا واخدين راحتنا وبغينا نجمعوا شويه، داكشي علاش ما بغيتش نبارطاجي معكم بزاف ديال الحاجات. البنات هنا رجعت لكم ان شاء الله، دابا بغيت نبارطاجي معكم واحد لا كوموند اللي توصلت بها، المهم من قبيل وانا باغا نبارطاجيها معكم، ولكن صافي شفتوا الصباح راكم عارفين الروتين ديال الدار، وشفت هكايا الفطور شلت معكم ديك الحريشة لبست خرجت الى غير ذلك. المهم جيت من قبيل وانا نقول دابا نوض، حيت هاد لا كوموند يلاه توصلت بعدهم، دابا نوض نصور البنات، دابا نوض نصور البنات، دابا نوض نصور ديك لا كوموند نحيدها باش ندير الفيديو المونتاج ونحطو لكم غدا ان شاء الله. فكنت معوله انني نحط لكم فيديو اليوم، ولكن صراحه مني جيت قبيله هكا فاش كنت مجمعه مع جاراتي، مني جيت صافي بقيت من هادي لهادي من هادي لهادي، ما صورتش لا كوموند ديال اوريفلا صافي، قلت صافي خلي حتى الغدا ان شاء الله وننزل لكم فيديو. هادشي اللي كاين هنايا بغيت نشارك معكم ان شاء الله المنتوجات اللي توصلت بهم في هذا الشهر هذا، ولكن قبل ما نبارطاجيهم معكم الغزالات اللي باغات يخدموا على راسهم وباغات يحقوا ذاتهم
ويديروا واحد المصايريف هكا في جيبهم بلا ما تخرجوا بلا ما تدوروا بلا ما تركوا تماره على برا، غير بالبورتابل وغير من دارك تقدري انك تخدمي على راسك وتحققي ذاتك. حتى انتيا حنا كاملين كنبغيو نخدموا على راسنا، فما فيها باس اي وحده غير جالسه في الدار يعني ما عندها حتى شي خدمه، ولو تكون عندك شي خدمه كتخدميها فما فيها باس انك تخدمي حتى هذه الخدمه هذه، لان الشركه ديال اوريفلام فهي متاحه للجميع البنات، هي شركه اللي هي زوينه فيها فلوس فيها كادويات فيها سفريات فيها بزاف ديال الحوايج. ولكن هذه المره ان شاء الله البنات اللي غادي ينضموا ان شاء الله للمجموعه، فماشي اي مجموعه، غادي ينضموا ان شاء الله للمجموعه ديالي انا شخصيا، غادي نخلي لكم لوليان، غادي نخلي لكم واحد الرقم ديال الاخت عزيزه غادي تشرح لكم كل شيء، اولا بالاحرى غادي نحط لكم لوليان نتوما انفو، غتدخلوا لذاك لوليان غتلقاوني انا والسيده ان شاء الله بجوجنا في الجروب، غنتواصلوا معكم غادي نشرحوا لكم الطريقه ديال الخدمه، غادي نشدوا بيديكم ان شاء الله حتى توصلوا حتى نتوما كيف ما غادي حنا خدامين على راسنا. ودابا ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم لا كوموند اللي توصلت بها، فانا راني ديجا حليتها قبيله وكنعرف كتوصلك الكوموند، خاصك ضروري تقلبي وتشوفي شنو وصلك وشنو اللي زوين وشنو اللي ما زوينش، ولكن الحمد لله الشركه ديال اوريفلام تبارك الله كلشي فيها زوين. هادو غير كاتالوج ديال فيه ديال هاد الشهر هذا وفيه حتى الشهر 3 هادشي هنا، وغادي ندوز ان شاء الله نبارطاجي معكم الحويجات اللي خديت في هاد الشهر هذا. اول حاجه دابا نتوما راكم وليتو عارفيني بهاد القماش اولا هاد المقشر ديال الجسم، وكذلك هكا الوجه هاد المرافق هادو ركابي اي بلاصه عندكم داكنه كتقدروا تخدموه، راه خطير البنات العمق هذا على ضمانتي، خديتو هو والحليب ديالو. هنايا خديت هاد الحكاكات ديال الرجلين البنات، خديت جوج، خديت هنا كنحاول نشارك معكم لا كوموند هكا على السريع. هنايا خديت هاد جوج ديال لي كريم هادو ديال الرجلين، هذا بلافوكا وهذا بالكاليبتوس، هادو جوج واحد كبير واحد صغير، وبجوج عندهم نفس لي في. ها هما هادو خديتهم بجوج. شنو اخر خديت؟ هذا ديال اليدين كريم هكا ديال اليدين، فصراحه كنت معوله انني ناخذ ديال هاد لامار، ولكن ما لقيتوش في الكتالوج فاضطريت انني ناخذ هذا. ان شاء الله حتى الشهر الجاي عاد نولي ناخذ ديال هذا، راه كاين دابا في الكتالوج ديال شهر 3، فقلت انا ديباني داك راكم عارفين اليدين ضروري خصهم ترطيب البنات ولا بد ومؤكد، فخديت هذا. شوف ريحته كيفاش دايره، ريحته زوينه البنات، ريحته زوينه وهكا خفيف زوين. شنو اخر؟ هنايا خديت هذا، خديت فوندوفان ديال ديوان، هذا الماط البنات، هذا كنصح به البشره اللي كتكون دهنيه. انا البنات البشره ديالي دهنيه، بعد خطره كندير فوندوتان وتيبقى كيبان ليا هنايا مزيز. انا صراحه ما كنديرش فوندوتان بزاف، ولكن الا كانت شي خرجه اللي هي سبيسيال كانت شي عراضه اللي هي هكا معروضه فيها اللي كندير فوندوتان. وليت خديت حتى هذا مات، هذا كنصح به اي وحده عندها البشره اللي هي دهنيه تاخذ هذا، وحتى الثمن ديالو راه رخيص بزاف، كان داير يمكن شي 60 درهم على ما اظن، يعني تقريبا 70 درهم. هذا راه زوين. وخديت هاد البلسم حتى هو ديال ديوان تابع لهاد الكريم الاساس، هذا حتى هو زوين البنات، فن وغزال في واحد لا كولور اللي هي زوينه، وخا تبان لكم هكايا لا كولور ديالو اللي هي فرونسي هانتوما شوفوا، ولكن راه ما كتبانش نهائيا هانتوما. هذا راه فقط غير بلسم كيرطب هكايا الشنايف، وفيه حتى عامل حمايه، يعني واخا تخرجي به على برا ما تخافيش على الشنايف ديالك، لحقاش كاين شي بلسم هكا تقدري ديريه لفمك وتخرجي كيزرقو هكايا الشنايف. اللهم ناخذ شي حاجه اللي هي مزيانه هكايا للبشره ديالنا. خديت هنايا كذلك واحد لي كابسول ديال النوفاج، هادو كتجي فيهم 30 كابسول، هادو زوينين حتى هما البشره
خديتهم هادو كيداروا بالليل وكيداروا حتى بالنهار، داروا مع الصباح. شوفوا لي كابسول قديت داش، تنبغي نديرهم هكايا ونبارطاجيهم معكم ان شاء الله في شي روتين، اولا نحط لكم هكا لي ستوري تنغدى في الصباح ان شاء الله الا لقينا في الحياه، نحط لكم هكا لي ستوري ملي نبغي ندير هاد لي كابسول. وهنا غادي نبارطاجي معكم واحد الريحه اللي خطيره صراحه، ما عمري ما جربتها واول مره غادي ناخذها، فكنت مترضه واش ناخذها واش ما ناخذهاش، ولكن صراحه واعره البنات كنصحكم بها. هي هادي، ها هي فنة، عرفتو فيها واحد الريحة واعرة، واو عرفتو فنة فنة فنة، واحد الريحة خطيرة يا ختي، نريحكم معايا، عرفتو فنة البنات. هادي حتى هي راها زوينة، وحتى لومبالاج ديالها هكايا كتجي بحال شي جوهره، شوفوا فنة فنة فنة، واحد الريحه فيها زوينه بزاف. انا كما قلت لكم ما كنتش مجرباها، ملي جربتها دابا تولي حتى هي معتمده عندي ان شاء الله، بحالها بحال لي بارفان اخرين ديال اوريفلام. هادشي اللي كاين البنات، كانوا هادو هما المنتوجات اللي خديت هاد الشهر هذا، اولا اللي توصلت بهم هاد الشهر هذا. ونعاود نقول لكم انه كاينين لي برومو اللي هما واعرين، كاينين تخفيضات اللي هما واعره وسيرتو في هاد الشهر ديال جوج. ما نعاودش لكم الروايح البنات، لي برومو اللي كاينه في الروايح ما نعاودش لكم. مثلا تاخذي حاجه ويعطيوك معها حاجه، تجمعي مثلا واحد النقيطات ويعطيوكم عليهم هكايا لي كادو، صراحه اوريفلام كلها ارباح البنات، غير اللي ما بغاتش تزعم وغير اللي ما بغاتش تخدم على راسها ما فيها حتى شي، بس اننا نجربوا ماشي نبقاو جالسين وشادين يدينا وغادي نقولوا لا وراه ما غاديش تصدق ليا ولا راه ما يمكنش انني حتى انا يولي عندي الكليان ديالي اولا حتى انا يولي عندي واحد المدخول اللي هو شهري. لا البنات، نتوكلوا دائما على الله ونديروا اليقين ديالنا في الله، وان شاء الله راه ربي سييسر هو من عنده. هادشي اللي كاين البنات انا نعاود نقول لكم، دخلوا عندي ان شاء الله وغتلقاوني في الجروب، نشرح لكم ان شاء الله كل شيء، ولا الاخت عزيزه حتى هي غادي تشرح لكم ان شاء الله بالتفصيل الممل. هنا غادي نسد معكم لا فيديو ديال هذا النهار هذا، وغادي نقول لكم تهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد نهار جديد او روتين جديد. باي باي، مع السلامه.